في هذا الفيديو راح نجاوب على أسئلة لو خيروك، وعلى كل جواب خطأ راح نسوي دونيشن. فوز الجيم أعطيك 5 دولار. خليني راح أجيب لك أحلى قتلة كمان تروح. جيب قتلي ولك 5 دولار يا وحش. يلا. حرام كيف نفض يا زلمة. المشكلة هاي أول لعبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم جميعا؟ إبراهيم معاكم، واليوم راح نجاوب على 10 أسئلة من لعبة لو خيروك، وعلى كل جواب غلط أو ونسبته أقل راح نسوي دونيشن للستريمر الصغار على تويتش عشان يعني ندعمهم وكمان نشوف ردة فعلهم حينبسطوا ولا لا. فخلينا نبدأ بالسؤال الأول. أوكي، عندنا السؤال الأول يقول لك: هل تفضل إنك تكون قادر على التنفس تحت الماء ولا تكون قادر على الطيران؟ أحس هذه يعني أنا بالنسبة لي واضحة، بس خلينا نشوف هل الناس فعليا يعني كمان ماكم تقولوا لي انتوا ايش حتختاروا في الاسئله هذه. ابغى اشوف يعني فئه صعبه ولا سهله. احس انا بالنسبه لي ابغى اطير، يعني احس الطيران حيكون النسبه الاعلى وانا اختار كمان النسبه الاعلى يعني. فانا حشوف ايش اكثر الناس راح يختاروا وراح اختار هذا الجواب. فالجواب هو حيكون تكون قادر على الطيران، وانا متوقع انه حيكون هو النسبه الاكبر. خلينا نشوف. يلا بليز بليز. اوه شوف كم، 70% حتكون 72% قالوا يبغى يطيروا. هذا السؤال الاول جبنا صح. خلينا نشوف السؤال الثاني. يجب دائما تكرار وجه اي رمز تستخدمه، ولا هل تضحك كل مره تكتب فيها لولو هاها من جد، ولا دائما تكرر نفس الرمز؟ احس الناس ايش حيختاروا مو انا. انا لو قلت لو انا كان اخترت اللي هو تكرار واحد، لكن هل الناس حتضحك بصوت عالي؟ اعتقد حيختاروا هذه. خلينا نشوف انه كل مره اكتب فيها ها ولا لول كده حتضحك بصوت عالي. فانت تقولوا لي ايش توقع حيكون الجواب الصح والنسبه الاعلى؟ انا اتوقع هذا. بسم الله خلينا نقول بليز. جبتها صح 50%، يعني فرق مره قليل. فرق كم؟ 4% بس. واو كانوا مره قريبين، لانه اعتقد كلها قريبه من بعض، يعني الناس ممكن يختاروا هذه وهذه بس جبناها صح. شكل اليوم ما في دونيشن يا شباب، ايش هذا؟ اوكي السؤال اللي بعده يقول لك: هل تفضل تكون لاعب تنس طاوله اولمبي ولا تكون لاعب تنس اولمبي؟ الناس يحبوا التنس ولا تنس طاوله؟ يا ابراهيم والله ما ادري، ماني عارف فعليا الناس ايش راح يختاروا، بس اعتقد حيكون يبغوا التنس. يعني هو الواحد لما يفكر زي لاعب اولمبي غالبا هيبغى يكون في مساحه كبيره زي كره القدم ولا الاشياء، فاعتقد حناخذ التنس العاديه وليس التنس الطاوله. وانتم كمان قولوا لي يعني ايش رايكم. خلينا نشوف الجواب. بسم الله تنس. يعز جبناها صح كمان. يا والله يوم حتات اسئله صح وعندنا امورها تمام. شوف السؤال ده، هذا احسه مره واضح. يقول لك: هل تفضل ان تطيح في كل صعود درج ولا تضرب كدك في كل باب؟ احس حضر ودي في كل باب، ما اعتقد في واحد يبغى يطيح في الدرج يعني. بس منطقي. قريبين من بعض كيف كذا؟ ايش هذا؟ والله السؤال الرابع ده كذا خربوطي. اللي بعده. طب هنا في سؤال كذا صعب الجواب عليه، يقول لك هنا: اذا كنت على وشك الموت خلال 5 دقائق، هل تفضل الاتصال باسرتك؟ افعل كل ما تريده في تلك ال5 دقائق. وهذا مره يعتمد على الشخص. خلينا نقول كجانب انساني، الواحد يكون يعني انسان عنده عسيس، اعتقد راح يتصل باسرته، مع انه في ناس كثير راح يسوي كذا كل البلاوي الدنيا في 5 دقائق، بس انا حمشي مع الجانب الانساني وحقول راح يتصل باسرته. هذا السؤال الخامس، فخلينا نشوف. يا ربي خلينا نشوف. قريبه من بعض بس صح، حيتصل باسرته. يعني اليوم 5 اسئله صح وصغير وغلط. السؤال اللي بعده: هل تفضل ان تاكل بطاطس لبقيه حياتك ولا اكل لحم الخنزير؟ نحن ما ناكل خنزير. طب خليني اجاوب على السؤال ده. يعني شوف انا حقول بطاطس لانه البطاطس والله ده شيء، بس شوف هل الناس حيتفقوا معايا؟ لا والله الناس يبغى ياكل خنزير، يعني كلهم دول والله شكلهم دول كلهم اجانب. اول غلط نحن نسوي دنيشن عندنا واحد دريشن حنسويه. طب كويس ان جاوبت على السؤال ده، والله كان راحت عليكم يا الستريمرز الصغار. يلا خلينا ناخذ السؤال اللي بعده، السؤال السابع. هل تفضل ان تخبر 10 ايتام بان عيد الميلاد قد الغي ولا سرقه حقيبه امراه مزنه؟ احس السرقه الناس كثير ما يحبوا يسووها، لكن على الاقل لو انك تقول ايتام انه ترى العيد يعني اتلغى وتجيب له هديه بدالها حيكون الطف واحسن، فاعتقد حيكون الخيار الاول هو الصح. خلينا نشوف. او ماي جاد، الناس بيحبوا يسرقوا الحقائب، ليش بيسرقوا الشنطه حقت حرمه كبيره؟ المهم عندنا حنسوي 2 دونيشن. هذا سؤال كبير كذا، سؤال كبير. احنا في السؤال الثامن دحين صح؟ اعتقد ايوه السؤال الثامن. يقول لك: هل تفضل ان تعرف كيف ستموت ولا تعرف متى تموت؟ ماي جاد، هذا صعب صعب يعني كلها صعبه. تعرف كيف حتموت، تعرف متى حتموت؟ اعتقد الناس ما راح يفرق معاهم الكيفيه، بس يفرق معاهم انه متى، يعني في الحالتين هذه انا اشوف كذا. انت تقول لي كمان ايش رايكم، هل كيف ولا متى؟ فانا اختار متى، واتوقع الناس راح يختاروا متى اكثر شيء، لانه يعتمد بالوقت، فيعرف متى يموت فيخططوا بالاخر يعني. شايفين كيف الذكاء؟ المهم خلينا نشوف. الله يستر عليكم الذكاء حقي هذا خربوطي. ماي جاد، الناس اختاروا يعرفوا كيف حيموتوا. وات كيف كذا؟ المهم عندي 3 اغلاط، حنسوي 3 دونيشنز. باقي سؤالين يعني. فعليا ما توقعت ان الناس راح يختاروا الاكثر انهم كيف حيموتوا، ما اعرف والله شيء غريب، بس
اوه ممكن صح انك تعرف متى حتموت فتصير راح تحبط يعني في راح تحبط كيف طول حياتك، لكن اذا كيف تموت ممكن يعني ما تفكر قد كذا ويعني تعيش حياتك عاديه ممكن والله. فلما السؤال اللي بعده يقول لك هل تفضل انك يكون عندك 100 مليون دولار لكن لديك فرصه 5% للموت الفوري ولا تعيش كما انت؟ وفيها فيها خطوره هاتي، يكون عندك 100 مليون لكن عندك 5% بس انك تموت ولا تكون زي ما انت. احس الناس حيختاروا يكون عندهم 100 مليون، الناس يبغوا المخاطره، في ناس كثير حب المخاطره، فاعتقد حيكون الناس يختاروا انهم يكون عندهم 100 مليون مخاطرتها منهم 5% بس انهم يموتوا. خلينا نشوف. اوه يا زلمه الناس اختاروا صح. الناس يبغوا هيك، يبغوا المخاطره هذه بس فعليا قريبه 44 ل 56 قريب جدا. ونوصل للسؤال الاخير حقنا، هذا السؤال الاخير حقنا، خلينا نشوف السؤال. السؤال ده كده يعني حيطلع الناس ايش يحبوا اكثر. يقول لك تستعمل فقط نظام ماكنتوش ولا تستعمل فقط نظام ويندوز؟ انا جيمر، انا احب ويندوز. ماكنتوش ما تقدر تلعب فيه، اغلب او عامه الناس بيستعملوا نظام ويندوز، فراح اختار ويندوز. اتوقع هو ويندوز هو اكثر. اوه شوف الفرق 79% يا حبيبي، ده حيزعل انا حق ماكنتوش. لا لا يا حبيبي. بس توقعت فعليا يكون ويندوز هو اكثر، فكده عندنا حنسوي 3 دونيشنز. فخلينا نبدا بالدونيشن الاول. كمان قولوا لي انتوا ايش الاسئله اللي جاوبتوا عليها عشان بشوف يعني بشوف جاوبتوا زيي ولا مو زيي، ولا انا بس قاعد افكر كده بيجاني من راسي. اوكي اخيرا لقينا احد عندنا بيلعب كول اوف ديوتي، فعنده يمكن 2 فيوز، فحكتب له انه يجيب قتله واكمل له هي ب 4 دولار زياده. خلينا نشوف. راح ارسل لك 4 دولار نجيب قتله، ليش لا؟ يلا ليتس جو. خليني راح اجيب لك احلى قتله كمان تروح. يلا حلو حلو جيبها قتله. اوه قتله قتله قتله. قريبه قريبه كان عجيبه. اوه استاهل استاهل. يلا اوه شرد 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 الرجال. حرام كيف نفض يا زلمه. شرد. كيف مات هذا؟ انتحر هذا. حلو حلو فرصته دحين فرصته. وحش والله يستاهل وحش. الله اكبر. ايوه ايوه كفو والله انك كفو. جيب قتلي ولك 5 دولار يا وحش. يلا مع اني جايب كلتين. ابى كل مونوك اوت. كل كل كل. او ماي جاد قريبه. انا اوت زون؟ زون مشى؟ لا 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 قاعد يدمج هذا. جي جي يا طيب. جي جي معناها شيل والفيز زي ما انت شايف. اه حيموت. لا حيموت حيموت. راح عرفنا تلعب. لاحظ هسه اللعب. يلا حبيك خلص اخذرنا على عيني وراس. مشكور على التحدي. يلا محاولة ثانية. يلا روح. يلا محاولة ثانية يعطيني مشكلة. راس بني ادم انا. ايوه والله فلسه. كمبرة. صباح الفل انا اسف. كلاي ما قدرتش اجيب. يلا خلينا نشوف هل حجيبه ولا ما راح اجيبه الحين. اعطينا فرصة ثانية. ايوه هي فرصة على طول. هذا اللي ابغاه فرصة سريع. لا ميني اورز ليتر حيبلع. ايوه يا وحش روح. حلو حلو عديني شيلو. حلو وحش يستاهل. اخيرا جاب الكل لنا كم. اخيرا حبيبي يا طيب مشان قلبك. مشكور يا قلب نور على الدنيا. اخيرا يا وحش. صاحب وجودك معنا بالبيت اكبر دعم يا قلب. يعطيك العافيه والله قاعد استناك كثير يا رجل. كم قاعد تفرج عليه بس اخيرا جابه ومبروك عليك. يلا شوف واحد ثاني يسوي دونيشن. طيب شوف عندنا هنا واحد ثاني بيلعب فالورانت. خليني اقول له فوز ودي 5 دولار. يلا فوز الجيم اعطيك 5 دولار. يعني المشكله هي اول لعبه. الله يلا نبغى حماس. كل هذا اول شيء تحماه يعني لسه اللعبه. يلا يلا كلمه حماس. يلا نبغى حماس يا رجل. الله نبغى حماس بس مش اول لعبه. اول لعبه تلاقي اللعبه مدقره عندي. حماس باللعبه كامله احسن. انت تستطيع. الله الله يا وحش. والله يا وحش قاعد يتحمس الادمي. اوه قريبه موجود يعني جو لسه لان لا بدايه اللعبه. حلو حلو جابه والله. اوه ميرسي بوكو. يا الله. حرام واحد وراه كمان. زعجني. ترى حنغير تحدي شكلنا. كم 3 كيز ورا بعض يا مفوز. خلينا نغيره. انا اللعبه شو اسمه؟ كم 3 كيز ورا بعض كم ما تلقى. 3 كيز ورا بعض عادي يوسف. يلا الاول. يلا خليه يتحمس. ابغى يتحمس انا.
يلا ثري كيلز ورا بعض. يلا الثاني. يلا 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 حماس. يلا الثالث. اوه والله جابها. والرابع كله قد اربعه قبل تستاهل. والله والله وحش والله وحش. هاي اربعه كل كنا بناخذ ليست. يلا فوت جيود الحين الدنيا. شنو صار؟ والله وحش. لازم اكبر والله. اكبر مش اكبر الله اكبر بس اكبر ال شو اسمه؟ ما اعرف شو اقول. الدونيشن مشان اشوفها. انا قاعد كم شوي اشتغلت عليها. الله يا زلمه شكرا شكرا. ربنا يرزقك ويزيدك ويعطيك ويوفقك. تستاهل يا وحش تستاهل وحش. شوف تحمس ويتلو 3 كيلز على طول تحمس. بدا يقول لي انا لا ما اقدر ما اعرف ايه. والله يستاهل والله والله يستاهل. حلو مره تدعم الناس كنت مبسوط يعني شفت فعلا انه ما شاء الله مبسوط انه يعني جاي ليش $5 يعني قليل جدا لكن ما شاء الله انه بسطوا مره. فكره هذا الفيديو حقك اتمنى يكون استمتعتوا بهذه الفكره الجديده انه حبيت انا في هذا الفيديو انه ابسط ناس ثانيين وغير محتوى القناه انه شويه فيه العاب وشويه ثانيه. فاتمنى يكون عجبكم واشوفكم ان شاء الله فيديو ثاني ومع السلامه.